خلينا ناخد تفاصيل اكتر ونعرف اكتر ونطمن اكتر. خلينا ناخد على التليفون سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرمايه. سياده اللواء صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح النور وصباح الخير على الساده المشاهدين النهارده طبعا. ويشرفني طبعا ان احنا بنستضيف مثل هذه البطوله. طبعا. والبطولات الكبيره اللي يمكن نقول ان مصر ودول العالم قبل مصر تتكلم عنها ان هي من اكبر البطولات اللي احنا بنستضيفها الحمد لله لغايه. رائع جدا وكلنا فخورين والحمد لله. احنا مش بس بنستضيف، احنا بنستضيف وبننظم وفي نفس الوقت بيطلع بمكانه تليق بمصر كدوله بجد بترعى لبطولات كتيره جدا عالميه على ارضها، وده بقالنا فتره طويله. خلينا نروح مع حضرتك كمان لمستوى اللعيبه وطمنا على مستوى الابطال بتوعنا، يعني نقدر نقول احنا ان شاء الله من البطوله دي نحصل على كام باذن الله كده جايزه؟ بص انا اقول لحضرتك على حاجه، احنا عملنا بطوله عربيه لسه منتهيه في يوم 16، كان الهدف منها هو احتكاك قوي بين مصر والدول العربيه، والحمد لله احنا قدرنا نحصل على الدرع العام للبطوله. البطوله اللي هي بطوله كاس العالم الحاليه دلوقتي هي محطه من محطات الخطه الفنيه الموضوعه للفريق، واحنا بنامل ان شاء الله ان احنا يكون لنا مكان في دخول النهائيات في هذه البطوله. بطوله كبيره، عدد الدول المشاركه كبير، عدد الرماد كبير جدا، وفيها ابطال العالم اللي هم بيسعوا للحصول على مقعد من خلال البوينتنج سيستم اللي محطوط في هذه البطوله من خلال الاتحاد الدولي. رائع جدا. طيب احنا خلينا برضو نروح للتفاصيل او الكواليس مع حضرتك سياده اللواء، يعني فكره اصلا نتكلم عن يعني الاتحاد المصري للرمايه وهذه الرياضه اللي ربما في سنوات سابقه ما كانتش يمكن الافضل، ما كانتش بتحقق بطولات بشكل كبير، لكن في طفره حصلت في الرمايه تحديدا واصبحنا كمان بننافس دول كبيره جدا عندها باع كبير وتاريخ كبير في هذه البطوله، بتجيب بطولات، بتخش في رانكينجز، بتنافس، فالطفره دي حصلت ازاي؟ وهل لسه عندنا اي مشاكل تمنعنا ان احنا نبقى من التوب مثلا 5 عالميا؟ اتفضل. طبعا احنا عندنا عشان نوصل لهذه المرحله هي خطه اعداد طويله المدى. اكيد. دي الجزء الاولاني، الجزء الاخر ان هو دعم الدوله، الدوله ممثله في بطولات الشباب والرياضه، طبعا في منظومه عمل متكامله، في دعم، في خطه موضوعه، بنلتزم بالخطه، بنشوف ايه المشاكل بعد كل بطوله، ازاي نقدر نحلها، وبالتالي بنتعلم من الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها او المشاكل اللي بتقابلنا نتخطاها، بالتالي بيحصل تقدم عن المرات السابقه. رائع. لكن ما فيش اي مشاكل اخرى لا ماديه ولا يعني اي عراقيل في النص نقدر نقول كل حاجه الاتحاد موفرها للعيبه؟ احنا ما عندناش ادنى مشكله لا ماديه ولا فنيه كويس ولا اداريه، تماما الحمد لله كل حاجه ماشيه مظبوط. رائع جدا، ده خبر حلو جدا. عايز اي بهني بس انا عايز اهني مبروك مرة علينا تاني. وبالتوفيق على كل حال في الخطوات اللي جايه. شكرا ليك جدا سياده اللواء حازم حسني، شكرا جزيلا. الحقيقه بقى لنا